خلونا الأول نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعاً بنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديداً من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس للمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر. الطريق بيشهد كثافات مرورية أيضاً. نروح لشارع رمسيس اللي بيشهد في الشارع كثافات مرورية هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين فعليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. هنستكمل جولتنا دلوقتي من محافظة الجيزة، الطريق الدائري بيشهد حاليا سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات، أما بالنسبة لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر فبيشهد سيولة مرورية، ولكن المتجه للمهندسين هيلاقي بعض الكثافات قبل طلعة الدائري ومدان لبنان لحد نادي الزمالك. وهنروح لشارع الهرم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية نسبية، والكثافات دي طبعا بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وفي كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني. كمان هتظهر بعض الكثافات التانية في شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لغاية جامعة القاهرة. نروح بقى لمحافظة الإسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية دلوقتي ونروح أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد فيها طريق سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن فيه كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية.